بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيرنا السيريز وقعدنا على قعدة عربي النهاردة يا جماعة، قعدة بلدي كده. كنا حاليا يعني إيه موجودين في جزيرة البطريق. الكلام إن شاء الله بإذن الله عن قائمة ويرلت، وكالعادة من اسمها كده دي بتعمل كنترول فين؟ في الورلد، في العالم، تمام؟ يعني ايه في الكنترول في حاجات كده ليها دخل بالعالم. انت ايه يعني بتعمل كنترول في ايه بالظبط؟ بتعمل كنترول في الشمس، في الارض، في المية، في السكريبتات، في الكلام الجميل ده. وطبعا عشان نكون في الصورة يعني ونقصر المفهوم، اللي انت بتعمله هنا ملوش دخل باللي عند بقية الناس. يعني انت عايز الشمس بتاعتك دلوقتي تكون في طور الشروق، انا عندي في الافتراضي هتكون مثلا في الغروب، انا ماليش دخل بيك، انت شغال في وادي وانا في وادي تاني. انت بتعمل كنترول في الطريقه اللي انت عايز بيها العالم بتاعك يكون كده، بس ما بتعملش كنترول في العالم الافتراضي بتاع سكند لايف، تمام كده؟ لا، العالم الافتراضي بتاع سكند لايف كله ماشي زي ما هو عند بقيه الناس، انت بقى عايز تظبط العالم بتاعك انت، عارف انت كده يعني. طيب لا، انا فتحت في اول نقطه حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها لاند مارك ذس بليس، وهي طبعا ايه، هي طبعا مش متاكتفه عندي لاني الحمد لله عملت لها لاند مارك. انت عارف انت بتعملها بك زي اللاند مارك ده، انت بتحاول تحفظها عندك يعني. بدليل ايه، فاكر لما كنا نروح مش للميني ماب، لحاجه اسمها البليسز. ها لو ضغطت كليك على بليسز فهتلاقي بقى ايه، ان هي من ورلد كده ان هي موجوده عندي، اسمها البولي مش عارف ايه، حتى اسم الجزيره اللي انا موجود فيها بشكل اساسي يعني. فانا اعمل لها في الماي لاند مارك، هي اسمها دي الجزيره اللي انا موجود فيها، اس ال لينوكس يوزر جروب. حتى هو اوبن سورس ذات من لينوكس، بان جدا انها من رمز البطريق والكلام ده، انها ايه الجزيره تبع الجماعه اياهم يعني. فانا ضفت الجزيره ديت في الماي لاند ماركس، اهو متضافه عندي والله. ممكن اخدها بقى احطها في البار من فوق لو انت كنت عايزني ان انا احطها لك في البار تبعك، وقال له في الفيفوريت بار يعني، وهي كده كده اساسا برضه متضافه في الفيفوريت بار. ده بالنسبه الاولاني اللي هو ماشي. النقطه الثانيه بتكون خاصه بالديستنيشن، واحنا حكينا كتير في موضوع الديستنيشنز. اول نقطه كانت الجانب التالت كان خاص بالورلد ماب، وبرضه احنا حكينا في موضوع الورلد ماب وانا موجود فين بالظبط يعني، او انت جاي موجود في المكان ده، تلقي برضه من ضمن الخريطه العامه للعالم كله بتاع سكند لايف، انا موجود في الحته دي. طبعا انا مش عايز بليسز في حاجه دلوقتي، نروح بعدين للايفنتس. الايفنتس ديت بقى ايه رايك ونشوف الايفنتس اللي عند فيسبوك، اللي عند سكند لايف. دي قائمة الايفنتات، يعني قائمة الايفنتات. الايفنت ده اللي هو ايه، يعني حدث بيحصل في مكان معين لزمن معين وليه كده شوية ترتيبات كده جميلة. فمثلا يعني الجدول بتاع الكاليندر بتاع سكند لايف مشغول جدا، عندنا ايفنتات النهارده، عندنا ايفنتات يوم 25 26 27، شوف انت عايز ايه وامتى بقى. بص يا سيدي، عندك الرويال هير كونتست، يعني ايه انا مش عارف الايفنت ده ممكن يكون خاص بالهايرنج موديلز، دي جي لوسي ايفنتس، مش عارف، اكيد في دي جي وفي ها انت عارف الكلام ده. ذس ذا فيرست ديت، هناك هيحصل بالون رايد، هيركبوا بالون وهيبقى في سكوبا وفي ايس، في ثلج هناك، ومش عارف هيطلعوا السماء ويروحوا مش عارف متحف ايه. الكلام ده هيكون في جزيره معينه في فتره الساعه 3 بالليل يعني، وهيكونوا الناس بتروح بقى. وانت لو حضرتك عايز تروح الايفنت ده، جاست كليك يا برنس وايه انطلق بقى وجوين الايفنت الجميل ده، هيكون يوم 23/4 في كلب سكند لايف، والمكان موجود وعمل تليبورتنج، وهتروح وتتعامل يعني. في الغالب يعني ايه الايفنتس بتاعت سكند لايف بتلاقيها دايما مشغوله يعني، دايما بيكون في ايفنتات، حد مع حفله، حد مع عيد ميلاد، حاجات زي كده. الجانب الثاني كان خاص بالسيرش، وفي السيرش احنا اتكلمنا ربما بشكل سريع عن مساله السيرشنج، والسيرش تول القويه جدا تبع سكند لايف دي، انت بتسيرش على اماكن مختلفه، وسبب ان احنا راجعنا المفاهيم ديت قبل كده يا جماعه. الجانب اللي جاي كان خاص بالتليبورت هوم، لو انا عايز ايه الكنترول شيفت اتش دي، انت بتستخدمها بشكل او باخر لو انت عايز تروح للهوم. طب انا عايز اخلي المكان ده اللي انا موجود فيه حاليا هو الهوم، الهوم ده اللي هو ايه يا جماعه، رمز البيت، ها فاهمني انت، ها كده انا بضغط عليها اروح للهوم. انا ممكن اخلي الهوم مش شرط الهوم اللي هو البيت بتاعي، لا انا ممكن اخلي الهوم اي حاجه انا عايزها. فانا عايز اخلي الهوم بتاعتي الجزيره اللي انا موجود فيها دي، فبقول له خلاص ماشي، ست هوم تو هير، خلي البيت بتاعي هنا.
تمام، يبقى تليبورت هوم بيوديني للهوم، كاني ضغطت على رمز الرمز الهوم بيج. الست هوم تو هير بيخلي المكان اللي انا موجود فيه دلوقتي هو الهوم بتاعي. تمام جميل خالص. السناب شوت طبعا كنترول شيفت اس اس، ده هو بيقوم بنفس الدور بتاع السناب شوت الكاميرا. وبعدين بص يا سيدي البليس بروفايل، دي شويه حاجات خاصه بالبليس المكان اللي انا موجود فيه. بص يعني زي معلومات خاصه بالجزيره، الجزيره دي اسمها ماري بورت، ها دي تبع سكند لايف لينوكس جروب يوزر جروب، من ميتنج افري تيوزداي كل يوم ثلاثة يا جماعة بيتقابلوا الجماعة هنا الساعة 12 بتوقيت السكند لايف اس ال تي، ده اللي هو سكند لايف تايم يعني. والبارسل، البارسل اللي هو ايه المفهوم ده مش هيكون غريب عليك يعني، البارسل اللي هو الحاجات المتاحه ليك، البارسل دي هي اللي انت بتشوفها فوق هنا، عارف انت يعني انت ام، حرف الام ده معناه ان هو مودريت، يعني الجزيره ديت في ناس عامله لها مودريشن يعني بتعمل لها اداره، عارف انت ليها فئه بتحكمها يعني كده. والاونر اهو اسمه سكند لايف لينوكس يوزر جروب، في جروب اهو اضغط عليها هتلاقي ان الجروب ليها ادمنستريتور، ادمنستريتور اللي مش عارف سوبرفيجنز كده حاجات زي كده. وانت ممكن تتكلم وممكن تطير وممكن تبوش وممكن تبيلد وممكن او ده اسمه بارسل يا جماعه، يعني ايه دي الحاجات اللي بتديها لك الجزيره، اسمها نقول عليها كمان كده صلاحيات. بس طبعا في حاجات اون وفي حاجات اوف، تمام كده. جاي ده اما عن اباوت لاند فده ايه ديت نقطة خاصة بالملكية و ديسكريبشن لللاند و نوعها فول ريجون ومودريتد ومين اللي مالك فيها وهي فور سول ولا فور سول يعني ولا لا، والحجم بتاعها والترافيك بتاعها يوصل لغاية كام. وهنا كان خاص ب الجوفرنات الحكومه، الكلام سيميوليتد حقيقي يعني بجد، مين الاونر والاستيت دي نوع الجزيره دي ايه بالظبط. طبعا ما فيش حكومه هنا يعني مش دي لا تخضع بالامر المباشر لجهه من اصحاب القرار، عند سكند لايف اونرز مش تبع لندن كده يعني. وفي اوبجكتس، الاوبجكتس اللي موجوده فيها وعددهم والمتاح ليك، وفي اوبشنز فلاي كل حد بيطير، ده الاوبشنز انت بالمناسبه انت ما بتقدرش تعمل كنترول على الكلام ده، احنا دلوقتي في اباوت لاند بنشوف الامكانيات اللي نقدر نعملها في اللاند دي، بس مين اللي يدينا صلاحيات؟ طبعا لا اللي بيدي صلاحيات ده الاونر، الاونر هو اللي بيقول لا يا جماعه انا ادي لهم صلاحيات ان هم يطيروا الكلام ده. انت بس تحاول تشوف الميديا، الميديا التكستشرات، الصوت، عندي صوت هنا لو انت ركزت شويه ممكن تسمعه، بس طبعا مش هيبان عشان سرعه الانترنت. الاكسس مين يقدر يروح يشوف مين، الاكسبيرينس طبعا الكلام ده مالناش دخل بيه، الاكسبيرينس دي يعني فيتشر قويه جدا ادفانس بس مش راح نحكي فيها دلوقتي لانها محتاجه صلاحيات كتير واحنا في طور البيزكس الفاندمنتال دلوقتي. ده في البارسل بقى، يبقى البارسل انت فهمت بقى صلاحيات. الجانب الثاني كان في ريجون، ريجون بيدي لك زي معلومات برضو عن مين بتاع ايه، والاستيت ده البنا اللي احنا كنا فيه من شويه. الجانب اللي جاي كان خاص بالاستيت، الاستيت ده حالتها حتى اسمها استيت مش استيت اللي هي الحاله، استيت اللي هي زي استيشن زي انت عارف انت الموضوع ده اللي داخل بالبلد ومش عارف المديريه والاداره ومين بيحاول يمانج البلد دي وفين الجهه السياديه في الموضوع يعني عارف انت كده. وبعدين ما تضغط على كلمه ماب راح يفتح لك الماب والاشبكتس بتاع اللوكيشن بتاعك على الاكس والواي والزد، وممكن تعمل كوبي للمش عارف ايه، وهو المكان يا جماعه تاخده انت لو انت عايز الانفورميشن بتاعته ولا عايز تشوفه على الخريطه وعايز تعمل تليبورت واللي انت عايز تعمله مثلا كوبي وتعمله كلوز، وبعدين تروح بقى على الفيسبوك وتعمل بوست وتقول يا جماعه انا موجود في السكند لايف لينوكس يوزر جروب لو حد عايز يجيني كده نعمله احلى شغل والكلام ده. ده بالنسبه للبانل الخاص بالبليسز، وانا كنت موجود اساسا اللي دخلنا في البليس بروفايل. اباوت لاند الكلام كله بيعيد نفسه يا جماعه، يعني ما بين جنرال والحكومه والاوبجكتات والامكانيات اللي بتتيح لي الجهه السياديه في الموضوع ده. ريجون اور ستيت نفس السيناريو، بنتقسم الريجون وال ها تيرين والانفايرمنت والديباج لو كان في مشاكل، اكسبيرينسز مش بتاعتنا، ده جانب عام يا جماعه بيحاول يحكي في حاجات زي كده. ماي لاند هولدنجز بقى
دي الجزر اللي انا بمانجها، املاكي يا جماعه، املاكي في سكند لايف. انا اشتريت بيت في سكند لايف يا جماعه، البيت ده حجمه مش عارف 512 متر مربع، والافيرابل فور لاند بيرشيز اللي هو لو انا كنت عايز ابيعه يعني، او عايز ابيع مثلا 12 متر من ال 512 متر مربع دول، يا جماعه مين يشتري؟ ها كده يعني، لو انت عايز، بس انت ليك املاك اهو في المكان ديت، المكان ده ليه ابعاد على اكس واي، جاست انت لو عايز تروح روح، ايه المشكله يعني، اعمل تريبورت وروح، هتروح لابعدك هناك. بيقول لك البارسل او ده، دي تبع الانستراك او تبع الافاتار ده اللي اسمه مش عارف ايه ده، بالنسبه للجانب اللي هو كان خاص بالهولدنجز ده. طبعا باي مش متاكتف لان هي مش باي، مش معروضه للبيع يعني، تمام كده. بالنسبه للشو عندي امور مختلفه، ودي خاصه بايه مثلا، لو انا عملت شو، انا مش عايز نطول فيها، بس الحاجات دي ادفانسد. لو قلنا مثلا حاجه زي البيكونز، البيكونز ديت المنارات، وفي المنار دي لو انا اديتها راوند حوالين مني بيقول لي طيب بص يا سيدي، انت تحس بان في حاجات نازله من السماء عليك، او خطوط كده، الخطوط دي بتمانج حاجات مختلفه في قلب سكند لايف، فيزيكال اوبجكتس بيكونز اللي هي منارات يعني، ومنارات الصوت والبارتكل والميديا بيكونز اللي هو الحاجات اللي ليها دخل بايه، الحاجات اللي ممكن تعرضها انت. مثلا لو انا قلت سكريبتس، الحاجات اللي عليها سكريبتات، هلاقي ان الدنيا منيله ب 60 نينه. الامر سيميوليتد ليه؟ لو انت كنت سمعت فيلم اللي هو انت لو ركزت معايا هتلاقي ان في صوت ابتدى يشتغل في الخلفيه، لو وقفنا الساوند ريسورسز بتلاقي ان ان الساوند ريسورسز البيكون بتاعه والمناره بتاعته اللي لونها اصفر، ده معناه ان في صوت هنا. مثلا البارتيكل اللي هو كانت واخده اللون الموف ديت، الميديا لونها مش واضح لان مش قريبه، السكريبتات ده في مولد طبعا، السكريبتات اللي هي الحاجات اللي فيها سكريبتات زي مثلا بتاع اللي انا قاعد عليه، لما بضغط عليه كليك يمين مثلا وست هيتش عشان اروح اقعد عليه، ده بيحتاج سكريبت. الفيزيكالي الحاجات اللي ليها دخل بالفيزيكالي لونها اخضر، لو عدينا الكاميرا ممكن نتعامل معاها، الهايلايتس والبيكونز الكلام دايت يعني. فالامور دي بيحتاج ليها دخل انت عايز تشوف ايه، وهي ادفانسد بس مش هتهمنا دلوقتي بشكل اساسي، ده تهم الناس اللي بتشتغل ديفلوبنج بقى في المجال. اما عن الصن بقى، ممكن تخلي الصن سان رايز اهو، جاست كده الدنيا بقت سان رايز. لو انا حاولت الف في الكاميرا ونشوف الشمس وهي بتشرق، فين الشمس؟ هي هناك. الله جميل، خلاص المشهد ده نعمل ستاند بقى علشان نشوفه، واكس بقى شايف انت المشهد بتاع شروق الشمس ده، حاجه كده قمه في الجمال. وممكن كمان نعمله الصن ميد، يا نهار كانك موجود في نص البتاع، فالاضاءه بتبقى متظبطه خالص، ومعاك في الصن سان ست بقى المشهد الغروبي، وعارف انت كده على البحر بقى، عايز بس انت 2 كنز ولا 1 كنز، واحد ليمون، حد يقعد معاك، او في افاتار جنب الدنيا طاير في السماء، في حد في النير باي يعني اهو، تمام. جاي ده بالنسبه للانفايرمنت، ده بالنسبه للصن يعني، وريش ريجون سيتنجز الافتراضيات يعني. وعندي مثلا الميد نايت في نص الليل، المساله بقت في نص الليل. انا هحاول اوقف الصوت ده ستوب اول علشان ما يحصلش حاجه في التسجيل. الجانب اللي جاي كان خاص بالانفايرمنت اديتور، ده كان خاص بتاع الاديتور على البيئه. هو في اديتور على البيئه تاني، اصل الشمس لوحدها سيناريو لوحده. مثلا انت ممكن تكنترول على السكاي، وحاجة جميلة خالص في السكاي، بص بك لو انت عايز تعدل في السماء، هنعمل ايديت للبريسيت، تمام كده؟ ايه انت عايز ايه؟ تعمل ايه في السماء؟ ايه رأيك لو نخلي السماء يا سيدي حاجة زي مش هبدان، خلينا نختار حاجة تانية. طيب نقول انفايرمنت اديتور، خلينا في الداي بس، الداي جميل بصراحة. طيب ايه انت عايز تخلي اليوم ازاي؟ نخلي اليوم مثلا دايناميك مش عارف ايه، هتلاقي اني مش هتبان في الليل. طيب خلونا نجيب اليوم، نخلي صم، لا بلاش، ماشي مش مشكلة. طيب خلينا نغيرها، نختار مثلا حاجة زي حاجة دريمز، ونغيره الشمس، ونخلي الشمس السانسيت مثلا، شمس الشروق، ونختاره حاجة زي مثلا اسمها تروبيكالينا. في حاجه بنت، انا كنت عدي ممكن يكون مفيش اختلاف جامد في الوايرد، ويرد ماشي الوضع ايرد. انت لقيت ان اليوم بيجي معاك غريب شويه، انا حاولت اجري القصه دي هتلاقي ان بتحصل سيناريوهات غريبه. اليوم هيمشي كده يعني، اليوم هيمشي الساعه 12 بالليل، اليوم بيبتدي طبعا من 12 بالليل، لقيت سما كده السما لونها اخضر، ويرد حاجه مقلقه كده. اول ما نوصل الساعه 3
هيحصل ان الدنيا تبقى لونها كده، بعدين الساعة 6 هتلاقي ان يا نهار مش عارف يعني الساعة الدنيا بيجي لونها اخضر، وبعدين حاجات كده غريبة بصراحة. انت اليوم هيمشي بالشكل ده، وبعدين ورد بقى يا جماعة، انت ممكن بدل ورد تخليها تروبيكالينا، وتخيل بقى في التروبيكالينا هيحصل ايه في الاجواء. اجواء جميلة خالص، ده اللي هيبقى مصير اليوم يعني. مش عارف الشمس هتطلع من فين، و السحب لونها اخضر، وكنترول في العالم ده. ممكن تضيف الكي بتاعك وتحاول تكنترول في الشمس، وتخلي الضباب مثلا الدنيا ضبابي فوقي، ها تخليه فاين داي اليوم كويس الكلام ده. انت لو حاولت تعمل يور اون داي على سكند لايف، هيدي لك الابيليتي انك تكنترول الكلام ده. ده بالانفايرمنت اديتور، وطبعا مع الانفايرمنت سيتنجز كلها انت ممكن تختار الحاجات الاساسيه وتحاول تختار منها، والريجن سيتنجز لو انت ما كنتش عايز تخلي حاجه ديفولت يعني. انا طولت عليكم اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ورونا ابداعاتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.